هناك أيضا محور آخر يجرنا إليه رضا الله الذي يترتب على التقوى. التقوى تنقلنا من دائرة سخطه إلى دائرة رضا. إذن فنحن أمام دائرتين، دائرة الرضا ودائرة السخط أو غضب الله سبحانه وتعالى. سنجد هذا في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. إذن المصيبة والغضب ليس في الآخرة فقط، بل هو أيضا في الحياة الدنيا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وسبب ذلك أن الله يريد لنا أن نفر إليه وأن نرجع إليه وأن نتوب من تلك المعاصي السخيفة التي تمثلت في اتخاذ العجل إلها والعياذ بالله تعالى إلى غاية الوثنية. فسينالهم من ربهم ذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. إذن فهناك عقاب أخروي وعقاب دنيوي في قضية غضب الله سبحانه وتعالى على المخالف، وكل ذلك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.